بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف العاشر في المدرسة المتحدة مع درس جديد من دروس اللغة العربية في النحو، ألا وهو الضمائر. الضمائر يا بني تدخل في القراءة والكتابة، تدخل في الشعر والنثر، والكاتب الجيد هو الذي يستطيع أن يوظفها بشكل جيد. وكذلك القارئ عندما يقرأ ويكون لديه مستوى من الفهم القرائي يكون عال عندما ينتبه جيدا ويميز بين هذه الضمائر. في هذا الدرس سوف نقوم يا بني بتحديد الضمائر المتصلة والمنفصلة، ونميز أيضا بين ضمير الرفع والجر والنصب، كذلك نعرف الضمائر المتصلة والمنفصلة، ننشئ جملا تتضمن الضمائر بأنواعها، أيضا نحدد الضمائر بأنواعها من خلال الجمل المعروضة. ضمائر الرفع والنصب والجر سنأتي بالشرح الكامل لمعنى الرفع والنصب والجر، ومتى تكون في الرفع ومتى تكون في النصب ومتى تكون في الجر وما تفعل. في البداية يجب علينا أن نعرف الضمائر بشكل عام. الضمير هو اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. إذن لو عدنا إلى أقسام الكلمة يا بني لوجدنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي الاسم والفعل والحرف. إذن الضمير ينتمي إلى الاسم، والجملة التي يبدأ بها بالضمير تكون جملة اسمية. هذا معنى أن الضمير اسم. لكن على ماذا يدل الضمير؟ يدل على متكلم. إذن على متكلم هو الذي يقوم بالكلام، أو على مخاطب نوجه إليه المهام ونوجه إليه الكلام، أو غائب نتحدث عنه وليس موجود. فمن خلال الضمائر نعرف من هو المتكلم ومن هو المخاطب ومن هو الغائب. إذن الضمائر ركن أساسي من أركان اللغة العربية وخاصة في النحو. بحثها شاق وجميل وممتع، وبدونه نكون قد أسقطنا لغتنا العربية. الضمير ينقسم إلى قسمين رئيسيين: ضمير منفصل وضمير متصل. طبعا قد يخطر خاطر لأحد أبناء الطلاب ويقول أن هناك ضمير ثالث ألا وهو المستتر. صح، لكن يعود بالتقدير إليهما، إذن ليس هو قائم بحد ذاته. ما هو الضمير المنفصل وما هو الضمير المتصل؟ الضمير المنفصل يا بني هو كلمة تأتي مستقلة وحدها، إذن هو كلمة. طبعا كلمة قلنا أنواعها، من أنواعها الاسم والضمير هو اسم. إذن هو كلمة تأتي مستقلة. ما معنى مستقلة؟ أي بذاتها لوحدها. إذن كلمة تأتي مستقلة وحدها ولا تلتصق. انتبه يا بني هنا نفي، ننفي التصاق الضمير بكلمة قبلها. التصاق أي اتباع، أي اتصال. إذن الضمير المنفصل لا يتصل بكلمة قبلها. هذا بالنسبة إلى الضمير المنفصل. وسنأتي
لاحقا في بيانه وأنواعه وحالاته. أما الضمير المتصل فهو كلمة تتكون من حرف واحد. إذن هو كلمة، الضمير كلمة باعتبار أننا قلنا أنه اسم، والاسم هو نوع من أنواع الكلمة، ولكن هو حرف واحد يأتي ملتصقا أي متصلا بكلمة قبله. إذن هناك الفرق جلي وواضح بين المنفصل والمتصل. المتصل لا يلتصق بكلمة قبله، بينما المتصل يلتصق بكلمة قبله، وهنا يكون حرفا واحدا، أما المنفصل فهو أكل. لنذهب الآن سوية يا بني ونتذكر ما أخذناه من دروس سابقة حول الضمير المنفصل. الضمير المنفصل يا بني يأتي في حالتين، الرفع والنصب. طيب ما هو يعني الرفع؟ الرفع يا بني يعني أن يأتي الضمير إما مبتدأ أو خبرا أو فاعلا، فهذا معنى الرفع. أو يأتي اسما لكان أو إحدى أخواتها، أو خبر لإن أو أخواتها. النصب يأتي في حال المنصوبات. الضمير المنفصل عندما يأتي في حالة الرفع يكون على أنواع ثلاث، إما أن يكون مثل ما عرفناه في البداية الضمير بشكل عام، إما أن يكون للمتكلم، وإما أن يكون للغائب، وإما أن يكون يا بني للمخاطب. فللمتكلم أنا للمفرد ونحن من الاثنين فصاح، يعني للمثنى وللجمع. طبعا هنا لجمع الذكور والإناث ولتثنية الذكور والإناث أيضا. أما الغائب هو للمفرد المذكر، وهي للمفرد المؤنثة، وهما تأتي للمذكر والمؤنث المثنى. إذا المثنى المذكر ومؤنث هم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث. إذا يجب علينا التمييز دائما عندما نخاطب جمع نساء أو جمع ذكور في استخدام الضمير المناسب، وإلا أصبحنا كأننا عجم. للمخاطب أنت، أنت، أنت للمفرد المذكر المخاطب، أنت للمفرد المذكر للمفرد المؤنث المخاطب، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، وأنتم لجمع الذكور المخاطب، وأنتن لجمع النساء أو للجمع المؤنث. إذن أيضا يجب علينا الانتباه جيدا أن نستخدم الضمير المناسب في المكان المناسب. أما في حالة النصب، إياي وإيانا وإياه وإياهما وإياها وإياهم وإياهن. إياي للمتكلم المفرد، وإيانا للمثنى وللجمع، إياه للغائب المفرد المذكر، وإياها للغائب المفرد المؤنث، وإياهما لمثنى المؤنث والمذكر الغائب، وإياهم للغائب من جمع الذكور، وإياهن للغائبات من جمع النساء أو التأنيث. إياك للمخاطب المفرد
المذكر، وإياك للمخاطب المفرد المؤنث، وإياكما للمثنى المفرد المذكر للمثنى سواء المذكر أو المؤنث، وإياكم لجمع الذكور، وإياكن لجمع التأنيث. إذن بني، يجب الانتباه جيدا إلى الضمائر وإلى استخدامها في المكان الصحيح ووضعها في جملها بشكل صحيح كي لا نتوها في لغتنا العربية. وبشكل عام أبنائي، عندما يأتي الضمير المنفصل في محل النصب يكون في الجمل تقديم وتأخير. هذا سوف نتعرف على التقديم والتأخير في دروس البلاغة إن شاء الله لاحقا. التقديم والتأخير، تذكروا هذه الكلمة جيدا وانتبهوا إلى الضمير المنفصل بشكل جيد، لأننا سوف نستخدمه بشكل موسع إن شاء الله. إذن نستطيع أن نقول أبنائي الطلاب أن الضمير هو اسم كما ذكرنا سابقا يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو بنفس الوقت ينقسم وينتمي من أقسام الكلام إلى الاسم كما وضحنا سابقا، وأنه منفصل ومتصل، وأن المنفصل هو كلمة تأتي مستقلة وحدها ولا تلتصق بكلمة قبلها، والضمير المتصل هو كلمة تتكون من حرف واحد يأتي ملتصقا بكلمة قبله. طيب، لنقف الآن وقفة قصيرة مع الضمير المنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، آيات من القرآن الكريم: أنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم. الآن هذه من سورة البقرة، إعراب أنا التواب الرحيم. إذن الضمائر التي وردت هنا ضمائر الرفع، جاءت في محل الرفع ضمير المتكلم أنا ونحن، وجاءت في المخاطب أنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتن. هذه عندما تأتي في محل الرفع الضمائر يكون إعرابها في محل الرفع مبتدأ، أي نقول لها في الإعراب ضمير رفع منفصل مبني. كلمة مبني مثل ما ذكرنا في السابق أنه من قسم البناء الأسماء المبنية، مبني في محل رفع مبتدأ. إذن يجب أن نحفظ هذه الكلمة للإعراب. إذن نقول ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. إذن أنا التواب الرحيم. طيب، أنا خير منه، كذلك الأمر الإعراب نفسه، أنا خير منه. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن كذلك في محل رفع مبتدأ. طريقة الإعراب: ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنتما كذلك ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. إذن عندما يأتي فتأتي حالة الإعراب ونعربه على هذه الحال، يجب أن ننتبه إليها بشكل دائم. تمام. ثم بعد ذلك نأتي إلى الضمير الغائب. قلنا هذه متكلم وهذا مخاطب وهذا غائب، كذلك نأخذ مثالا عنه عن الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو أيضا نفس الإعراب
ضمير نقول دائما نفس الإعراب، إن كان غائب وإن كان مخاطب وإن كان متكلم، فالموقع واحد، فالموقع واحد، ولا نستطيع أن نغير ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. إذن اتفقنا على الإعراب إذا كان في محل رفع. طيب، أما إذا جاء في محل النصب وقلنا أنه يأتي فيها تقديم وتأخير، يأتي فيها تقديم وتأخير، لنشاهد الآن، ننظر إلى هذه الآيات القرآنية في القرآن الكريم وكيف وردت إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنتم إيانا تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. لننظر يا بني، إياي فارهبوا، إياي أنا فقط، الرهبة لي فقط. انظر إلى أسلوب الحصر هنا، التخصيص. إذن هنا أصبح هناك تقديم. ما كنتم إيانا تعبدون. إيانا لنا نحن، ما كنتم إيانا تعبدون. كيف قدمنا إيانا على الفعل؟ إياك نعبد أيضا، انظروا كيف قدمت، كيف قدم الضمير على الفعل. إياك أنت يا الله، إياك نعبد نحن ولا نعبد سواك. هنا لا يمكن أن نضيف أو أن نعطف أحدا آخر للعبادة، إياك فقط أنت. وإياك نستعين بك فقط على قضاء حوائجنا. إذن هنا تخصيص، لذلك تم التقديم. إذن عندما يأتي يا بني الضمير، ضمير النصب المنفصل، عندما يأتي في الجملة يكون فيها تقديم وتأخير، كما قلنا يتقدم المفعول به على الفعل. والفعل اتفقنا عليها، إعرابه يكون على الشكل التالي: ضمير إيانا أو إيايا أو إيانا أو إياك أو إياه، نعربها ضمير نصب. عندما عربنا أنا ونحن وأنت وأنت وهو وهي وطائفتهما، قلنا ضمير رفع، هنا نقول ضمير نصب منفصل. بعد ذلك مبني نفسها في محل نصب، في البداية هناك في ضمائر الرفع قلنا في محل رفع، هنا قلنا في محل نصب مفعول به. إذن ضمير نصب منفصل مبني في محل نصب مفعول به. وهكذا تعرب كل الضمائر المنفصلة عندما تأتي في محل النصب. إذن تدخل على الجملة الإسمية ويكون فيها تقديم وتأخير، ونستخدم فيها أسلوب الحصر وأسلوب التقديم والتأخير كما بيناه سابقا. الآن لنعود عودة بسيطة وفي غاية الأهمية إلى النوع الثاني من الضمائر.
يا بني قلنا نحن أن الضمائر ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. المتصلة هي التي تلتصق بكلمتين قبلها. هذه الضمائر سوف نتعرف عليها، وإن كان يعني الوقت ضيق لكن إن شاء الله سنصل إلى غايته. الضمائر عدوا معي: التاء تاء الفاعل، وياء المخاطبة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة. هذه خمس ضعوها في اليد الأولى. أما ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب فهذه تختلف اختلافا كاملا عن الخمس الأولى. هذه ثلاث، هذه الثلاث لها حكم في الإعراب مختلف عن حكم الخمس. وعندنا ناء الدالة على جماعة المتكلمين أو على جماعة الفاعلين، هذه تصلح لأن تكون في الحالات الثلاث من حكم الإعراب: الرفع والنصب والجر. إذن الضمير المتصل إما أن يأتي في حالة رفع وهناك ضمائر مخصصة للرفع، يعني لا نستطيع استخدامها في الرفع وفي النصب والجر، فقط رفعا، وهي تاء الفاعل مثل كتبت، من الذي كتب؟ أنا. إذن التاء تاء الفاعل نقول نحن، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ياء المخاطبة المؤنثة اكتبي، اكتبي، الياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اكتبا. ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. واو الجماعة اكتبوا، أنتم اكتبوا. طيب، إذن الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نون النسوة كتبنا، كتبنا. لكن انظروا بني، يعني لنعد قليلا إلى السنوات السابقة في أحكام اتصال هؤلاء الضمائر بالفعل. عندما اتصلت تاء الفاعل بالفعل الماض جعلت بناؤه من فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة إلى مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل المتحرك. أما عندما اتصل بواو الجماعة الفعل الماض اكتبوا فقلنا مبني على الضم. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. كتبنا فعل الماض هنا بني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. إذن يجب علينا أن نحفظ أن تاء الفاعل وياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة هم ضمائر رفع فقط. إذن تأتي هذه الضمائر في حالة الرفع فقط. أما ياء المتكلم كتابي، زارني، وكاف الخطاب كتابك، دعاك، أنا أخاطبك، كتابك أنت، دعاك دعاك أنت إلى وليمة، كهاء الغائب كتابه، هو كتابه له مش إلا إنه، إنه هو كتبه، كتبه عامر، كتبه سالم للكتاب. إذن هنا الضمائر الثلاثة هذه تأتي في حالة نصب وتأتي في حالة جر. بني عندما تأتي في حالة النصب فهي مفعول به. طيب، وعندما تأتي في حالة الجر إما أن تكون اسم مجرور وإما أن تكون مضاف إليه. إذا اتصلت بحرف الجر فهي اسم مجرور، يعني مثل علينا، لك، آسف أنني أخذنا النون، لك، كاف الخطاب، لي، يا المتكلم، له، ها الغائب.
إذن هذه عندما اتصلت بحرف جر. طيب الآن عندما تتصل بالاسم، هذه الضمائر الثلاث عندما تتصل بالاسم خذوها قاعدة متصلة دائما، فهي في محل مضاف إليه. إذن في محل مضاف إليه. وعندما تتصل الياء أو كاف الخطاب أو الهاء بالفعل فهي في محل نصب مفعول به. اتفقنا شباب؟ ضمير متصل منصوب في محل نصب مفعول به. زارني، من على من وقع الفعل؟ زيارة، علي أنا اللي إجا لعند الضيف. طيب أين الفاعل الآن؟ تقولون أستاذ أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو الذي زار، هو دعاك. من الذي دعاك؟ على من وقعت فعل الدعوة؟ عليك أنت. إذن الكاف هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، عليك وقعت. من الذي دعاك؟ من الذي قام بفعل الدعوة؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكذلك بالنسبة إلى كتبه. إذن عندما تأتي هذه الضمائر مع الفعل يكون إعرابها في محل نصب مفعول به، وعندما تأتي مع الاسم يكون في محل مضاف إليه، مثل كتابي كتابك كتابه، هنا مضاف إليه مجرور. وعندما تتصل بالاسم بالحرف مثل أحرف الجر يكون إعرابها بني بشكل دائم محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر. إذن هذه الضمائر الثلاث لها حكمها الخاص. وأيضا عندنا حرف النا أو ضمير النا، آسف، نا هو يدل على جماعة المتكلمين أو على الفاعلين الذين يقومون بالفعل إذا اتصلت بالفعل، أو على المتكلمين إذا اتصلت بالاسم. طيب ما هو حكم الضمير نا؟ حكمه يأتي بالرفع، يعني يأتي فاعل، ويأتي أيضا اسم لكان أو أحد أخواته، ويأتي أيضا بالنصب، يأتي مفعول به، ويأتي بالجر. إذن هذا له ثلاثة أحكام. كتبنا، كتبنا، من الذي كتب؟ نحن. إذن هنا فاعل. ربنا ولا تحملنا، لا تحملنا، ندعو لا تحملنا. على من وقع الحمل؟ علينا نحن، تحملنا إني. من الذي سوف يقوم بالتحميل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة فاعل، ونا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، جاءت في محل نصب مفعول به. علينا على حرف جرنا اسم مجرور، إذن وقعت في محل الجر. إذن نا تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. شباب يعني هذه الضمائر نقف نعود إليها بالتفصيل. انظروا معي، بسم الله الرحمن الرحيم، آيات من القرآن الكريم كلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لنأخذ فقط أكملت، أكملت إعرابها، إعرابها من أكمل. طيب أكمل إعراب أكمل، أكمل فعل ما صح، لكن هنا مبني على سكون الاتصال بتاء الفاعل المتحرك، والتاء نقول ضمير متصل مبني. طيب إذن هنا تاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تمام شباب؟ خلقتني كذلك الأمر، وكنت عليهم كذلك الأمر تاء الفاعل. إذن وهما يستغيثان، ألف الاثنين، قالا، قالا، ألف الاثنين، ضرب الله مثلا للذين كفروا
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا، ألف الاثنين، اتصلت بمن؟ هنا يجب أن ننتبه، اتصلت بفعل ناقص، انظر، اتصلت بفعل ناقص، يعني الفعل الناقص هو كان وأخواته، كان وأصبح وصار وأمسى وظل وبات إلى آخره. وأيضا هنا اتصلت كنت اتصلت بفعل ناقص وليس بفعل تام. هاء الغائب بالنسبة إلى الشق الثاني، هاء الغائب وكاف الخطاب وياء المتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إنه من عبادنا المخلصين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. طيب هنا نقف، فسبح، فسبح، الهاء اتصلت بمن؟ بالفعل. إذن نحن قلنا عندما تتصل الهاء بالفعل يكون إعرابها ماذا؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به. هنا اتصلت بالاسم، عندما تتصل بالاسم ماذا تعرب؟ اتفقنا عليها، مضاف إليه. الناء اتصلت بمن؟ طيب سنأتي إليها لاحقا، الناء في فصل خاص. وهكذا قل إني، قل إني، قل إني لا أملك لكم. انظروا من أي، هنا كاف الخطاب موجودة لكم، شايفينها؟ هذه الكاف موجودة هنا. طيب وهنا إني اتصلت بمن؟ بالاسم. طيب إذن عند الاتصال، آسف، اتصلت بحرف، حرف مشبه بالفعل، طبعا هو الحرف يعتبر من الاسم، ويا المتكلم إني أنا يعني، وهنا إنما ينهاكم، الكاف كاف الخطاب، وأدخلوها الهاء هاء الغائب، إن صلاتي ونسكي ومحياي، هنا كلها بياء المتكلم واتصالها بالأسماء، واتصال بالأسماء يعني أن موقعها في محل جر مضاف إليه. هذه أمثلة في محل نصب، عندما تأتي سيارتي قديمة لكنني اشتريتها، في محل نصب مفعول به من، لأنها اتصلت بفعل، السيارة قديمة لكنها تسير بسرعة، وهكذا. إذن نكون بهذا قد أنهينا شرحا عن الفعل، وهنا اختبار بسيط سوف نقوم به، ورقة عمل وليس اختبار، من الضمائر المنفصلة، هو وأنا ونحن، طبعا أكيد هو وأنا ونحن نقوم بحلها، وهذا مثال على الحل، وتتابعون في بيوتكم عليه. تقسم الضمائر المنفصلة إلى ثلاثة أنواع، منفصلة، متصلة، مستترة. أنا قلت منفصلة، إذن أحدد المنفصلة هي المتكلم والغائب والمخاطب، وكذلك الأمر أحبائي، وتتابعون هذه كلها من ضمن التي قد حللناها. الضمير المنفصل وتعريفه قد تناولناه بشكل دقيق، وقلنا أنه هو كلمة تأتي مستقلة وحدها ولا تلتصق بكلمة قبلها، والضمير المتصل هو كلمة تتكون من حرف واحد يأتي ملتصقا بكلمة قبله، أيضا تقومون بكتابتها، أنتظرها منكم. أكمل الجدول الآتي بما يناسب، الضمير نوعه وإعرابه، نحل الأولى. الضمير هنا جاء أنا،
ونوعه هل هو متصل أم منفصل؟ الضمير باعتبار مشاهده منفصل، ضمير منفصل. وأيضا إعرابه ضمير، قلنا نحن دائما هنا نعرف إيش ماذا في محل رفع، ضمير رفع، ضمير رفع منفصل في محل إيش؟ رفع مبتدأ. تمام. ونتابع على هذا المنوال، أنت نفس الإعراب، نفس الإعراب تماما، وإلا أننا سنقوم بكتابة هنا أنت. شربوا الواو، نكتب هنا الواو، وأيضا هي ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ، هنا في محل رفع مبتدأ نقول، أم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وهكذا ذبحني الياء هنا في محل إيش؟ انتبه قليلا، من الذي ذبح؟ أنا الذي ذبح، إذن في محل نصب، ماذا؟ مفعول به. تمام. هذه من الياء، الياء يا المتكلم، عندما تتصل بالفعل، عندما تتصل بالفعل يكون ماذا إعرابها؟ يا المتكلم في محل نصب مفعول به. طيب احفظي، هنا الياء ماذا تعرب الياء؟ ما الفرق بين الياء ذبحني وبين احفظي؟ هذه يا المتكلم انظر إليها، ولا يا المؤنث المخاطبة؟ إذن يجب أن ننتبه، احفظي هي يا المؤنث المخاطبة، وذبحني هي يا المتكلم، هذه مفعول به، وهذه فاعل، وهذه فاعل. علمه، الهاء ضمير متصل مبني في محل إيش؟ علمه، طلع هنا، انظر، انظر جيدا، علمه فعل، إذن هذه مفعول به. وهكذا تتابعون حلها، وهناك سوف يكون لديكم اختبار بسيط إن شاء الله على الكويزيز بوقت لاحق ننفذه. شكرا لكم، سامحونا على الإطالة لأن الدرس طويل ويحتاج إلى المزيد والمزيد، أو بالأحرى كل ضمير من هذه الضمائر التي مررنا بها تصلح لأن تكون درسا مستقلا ولا يتم انتهاء. شكرا لكم، بارك الله فيكم.